نروح مع اتصال هاتفي من رام الله استاذ ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومه الفلسطينيه. اهلا بحضرتك، ويا ريت لو تطمنا على الاوضاع في غزه في ضوء اخر اتصالاتكم هناك. قاسية ومرعبة وشديدة هي الأوضاع الآن في هذه اللحظات التي يكابد فيها أهلنا في غزة نار المحرقة التي تستعر في كل حارة وشارع في قطاع غزة النازف لليوم 22 على التوالي. هذه الليلة مرعبة بثقل القنابل التي نزلت على رؤوس الأطفال والنساء، على العائلات التي أبيدت وسط انقطاع للاتصالات، حيث تحمل هذه الليلة نذر مجازر متنقلة تمارسها الطائرات والمدفعية وكذلك الزوارق الحربية التي ترتكب إبادة جماعية منذ 21 يوما. واليوم هذه الليلة هي ذروة المجزرة التي تواكبت مع قطع الاتصالات إضافة لقطع الكهرباء، ما ينذر بأن سلطات الاحتلال تعتزم ارتكاب المجازر في العتمة. مقفر، يمكن احنا بنتابع مع حضرتك تجدد القصف وبشكل عنيف جدا على غزة الآن. خيارات الحكومة الفلسطينية الآن مع هذا الموقف المتخاذل من القوى الغربية والدولية؟ أنت تعلمين بأن العالم اليوم وقف بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 128 صوتا لجهة وقف هذا العدوان والسماح بإدخال المواد التموينية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة، لكن نوازع الغطرسة وأحلام التوسع والتشجيع الذي يستمده قادة الاحتلال من الولايات المتحدة ومن الدول الأوروبية يجعلها ترفض هذا القرار وتواصل ارتكاباتها ومجازرها دون أدنى التفاتة للقرارات الدولية أو للشرائع الإنسانية. أستاذ إبراهيم، أهم الاتصالات التي تجريها الحكومة الفلسطينية مع من الآن، وأي رسائل التي تتضمنها هذه الاتصالات؟ كل الاتصالات التي أجراها سيادة الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية ولا سيما مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع قادة العالم حثهم فيها على ضرورة الوقف الفوري لهذه الإبادة الجماعية التي تتوالى فصولا مرعبة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كذلك، وكذلك الاتصالات مع الأشقاء في مصر والأردن، والموقف المصري القومي الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض السماح لتهجير الشعب الفلسطيني، وكذلك الأشقاء في الأردن الذين اتخذوا ذات الموقف. ولكن كل القرارات التي اتخذت اليوم، القرار الذي اتخذ اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وما يعكس موقف العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، قابلته إسرائيل بالمزيد من الصلف وبالمزيد من الرفض والإصرار على ارتكاب هذه المجزرة بينما كان التصويت جاريا في الجمعية العامة. ربما تتجدد الاشتباكات بين عناصر فلسطينية وقوات إسرائيلية شرق غزة الآن، ومسألة استخدام ذخائر محرمة دوليا زي الفسفور الأبيض في غزة شفنا ده خلال الأيام اللي فاتت، وبالتأكيد إحنا أمام مذبحة ومجزرة في تعتيم متعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن في غزة. كما ذكرت بأن قطع الاتصالات يحمل نذر ارتكاب مجازر في العتمة. عندما تقطع إسرائيل الاتصالات هذا يستبطن رغبة بارتكاب مجازر، وهي لطالما مارست هذه السياسة بقطع الاتصالات وإبعاد شهود الإثبات عن مسرح الجريمة ليتسنى لها ارتكاب ما تشاء من مجازر.
المجازر التي ارتكبت طيلة الأيام العشرين الماضية والتي ذهب ضحيتها أكثر من 10,000 وأكثر من 16,000 جريح، لم تشفي غليل أولئك المجرمين الذين تستبد بهم شهوة القتل والذين يحاولون إعادة إنتاج تلك المجازر المروعة التي ارتكبها أجدادهم عام 48 وتسببوا بعمليات القتل والتهجير لآلاف الفلسطينيين، واليوم يلاحقون أحفاد الضحايا إلى منازلهم وأرضهم وقراهم وبلداتهم التي لادوا إليها ليرتكبوا مجازر أخرى مروعة أكثر ترويعا من تلك التي ارتكبوها عام 48. ولكن الشعب الفلسطيني مهما بلغت التحديات ومهما غلت التضحيات لن يغادر أرضه، وهو مستعد دائما للدفاع عن أرضه ووطنه ومقدساته بنفس جراحه ووجع معاناته. يدافع بماذا؟ يعني لا سلاح يضاهي ما يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا كهرباء، لا إنترنت، لا ماء، لا غذاء، لا شيء داخل قطاع غزة. عايز أسأل حضرتك عن يعني خيارات السلطة الفلسطينية في الساعات المقبلة. هي خيارات الضحية، ما الذي تستطيع الضحية أن تفعله سوى أن تدافع عن نفسها بنفس جراحها ووجع معاناتها، وأن تبذل كل ما تستطيع من دمها ومن تضحياتها للدفاع عن شعبها وأرضها. هذه خياراتنا، لا خيارات سوى الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا والتأكيد على حقنا في المقاومة التي كفلتها لنا الشرعية الدولية. والعالم اليوم يصوت إلى جانب الضحية بنقد إنصافها، فما جرى اليوم من مجازر بعد 7 أكتوبر لم تكن فقط كل الجرائم الإسرائيلية التي وقعت قبل ذلك هي التي أدت إلى هذا الذي وصلنا إليه. لم تكن 7 أكتوبر عام 48، ولم تكن عندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية عقيدة المحو والحرق والإبادة الجماعية في حوارة وفي تورمسعية، ولم تكن تلك 7 أكتوبر عندما مارس إسرائيل حرب الإبادة على غزة أكثر من مرة، ولم تكن 7 أكتوبر عندما اقتحم الغلاة المتطرفين المسجد الأقصى المبارك ودنسوه ومارسوا وارتكبوا ما ارتكبوا من مجازر وجرائم مروعة في جنين وفي القرى والبلدات الفلسطينية. هذا هو الاحتلال الذي تستبد به شهوة القتل والتوسع والغطرسة، والذي يرفض الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. أستاذ إبراهيم، الأسباب التي أدت إلى ما أدت إليه، والاحتلال الذي يعتنق عقيدة التوسع وأحلام الغطرسة لا يمكن أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني إلا بممارسة ضغوط دولية تحمله على الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة. لطالما دعا السيد الرئيس محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، ولكن كل دعوات السلام كانت تسقط على آذان صماء، وأن إسرائيل لا تقبل لا باتفاقات للسلام ولا بمبادرات عربية قدمت لها مقاربات يمكن أن تحق الحقوق للشعب الفلسطيني. لكن إسرائيل رفضت كل تلك المبادرات و أستاذ إبراهيم، بالحديث عن الحرق والمحو والإبادة الجماعية، بالحديث عما حدث اليوم في الضفة الغربية وحملة الاعتقالات ووقوع ضحايا، ما هو موقف السلطة الفلسطينية تجاه هذا؟ دائما وأبدا نحن نواجه في كل قرية وفي كل شارع وفي كل بلدة أبناؤنا يواجهون المستوطنين بالحجارة وهم عزل، يواجهون المستوطنين كما ترين في كل حارة وشارع في المدن والقرى، ويستشهد منهم العشرات كما جرت في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر أكثر من 100 شهيد.
هذه الغطرسة التي يمارسها نتنياهو وحكومته المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني. ولكن طيلة سنوات النضال الماضية تمكن الشعب الفلسطيني من الثبات في أرضه والدفاع عن شعبه وعن مقدساته والتصدي وإفشال كل المخططات الإسرائيلية التي حاولت النيل من وجوده على أرضه وبين شعبه. رسائل الحكومة الفلسطينية اليوم وفي هذه الساعات الحرجة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة. الرسائل لكل العالم، الآن نحن موحدون في غزة وجنين ونابلس والخليل على نقيع الدم الممتد من رفح إلى جنين ومن نابلس إلى الخليل. ينهض اليوم فلسطيني يحمل عقيدة الإيمان بحتمية الانتصار الحق على الباطل والوطن على الاحتلال والحقائق الثابتة على عناصر الغطرسة. مع كل قطرة دم تنزف في غزة وفي نابلس وفي جنين نقترب أكثر من حتمية انتصارنا، انتصار الدم على السيف والسجين على السجان والوطن على الاحتلال. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ إبراهيم محلم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية. شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم ملحم، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.